سيد ما دام جرحي نشف ما ثق بعد بالوعد أبد خاف الإحساس يخيب عافيتي قامت ترد قامت ترد صح باقي بي ألم بس أشوى جاي طيب الله وصدفة صدفة التقيت بدرب بالشال عقليبي هاي بالصدفة صدفة التقيت بدرب بالشال عقليبي ما دام جرحي نشف ما ثق بعد بالوعد خاف الإحساس يخيب عافيتي قامت ترد قامت ترد صح باقي بي ألم بس ايش وجاي طيب وصدفة التقيت بدرب بالشال عقليبي ومن بعد طول النظر مديت ايدي سلمت اهلا سبب شيبي حياك يا فلانه الله مبين علي الكبر بس انت زغرانه الله الله حياك يا فلانه مبين علي الكبر بس انت زغرانه ما كنت حاسب قبل العامل اللي ينمدح حبا بذرعانه الله الله المهم شخبارك العايفته مال خلق هم يخطر ببالك العايفته مال خلق هم يخطر ببالك قلبك ايش قلك علي من قلبيت الكتب وتفز هذيك الصور ويصير انقبالك زين نفرض بباب الحلم سديتي بيبانك شلون ما ذكرك عطر بقمصانك الله شبيدك علي بعد شبيدك علي بعد قلتي لي ما ننجمع بس هاج حاجيهن شي قناحن شبيدك علي شبيدك علي بعد قلتي لي ما ننجمع بس هاج حاجيهن غيرك ايش قد صادفت ويصيرن وانسحب ما لي نفس بيهن الله صح استغربتي من الشكل اي من واهسل من كسر الله من ظلمة ايامي ما لك غرض بالحصل كل شيء يرد الاوله بس قاعد قدامي وما قصر الله اجت وانا ندعي تقعد ما قصر الله اجت وانا ندعي تقعد سيد وبدها من الخجل بهدومها تلبد الله تلبد وبالقعده صار العتب بذمتها ظل حقي صح وكل ما اريد انتفض قلبي يسد حلقي هي هاي المشكله قلبي يسد حلقي وتزعل بدون اي سبب ما اعرف ايش بيها وما طول احبها صدق كل ساعه راضيها كل ساعة راضيها تزعل ما تزعل كل ساعة راضيها كل ساعة راضيها محيرتني أحسها لغز تصعب وما حلها وما أريد أقول لك علي واصل ليا مرحلة ليا مرحلة يمنو واشتاق لها الله أكبر يمنو واشتاق لها الله وبين عليها العشق وتأكدت كلش بعيونها شقد حكي بس صعب ما ينقرن لو باوعد ترمش الله لو باوعد ترمش وما طلوا يلوكت يقدر لي بس ما توب الله وما قصر الله عرفت بعيونها ايش مكتوب ايش مكتوب مكتوب حبك مبين علي شوقك مبين علي بعيوني حط لمعه وتمنيت هذا الحكي من لسانها الطلعه الله يلا المهم قالت ايش قالت عاجر وجاها طفل نسألها بت لو ولد نفرح إيش ما جابت ما أدري هي الله رزق خير بعد هاي السنين عاجر وجاها طفل نسألها بت لو ولد نفرح إيش ما جابت وصبت عيون الفرح وهي ولا كانها وتزعل إذا سولفت وأنا انشغل عنها وتزعل إذا سولفت وأنا انشغل عنها وتدمع وتنفعل وأنا أقوم بقصد التفت من تحكي سيد بالحلوة تلقى طبع تصير أحلى من تبكي والله صح وبوسط هذا الفرح والشوق
واللهفة. حسيتها تأخرت. تأخرت. قلت لها هم نلتقي؟ قالت لي هم صدفة. الله أكبر. قالت لي هم صدفة. وراحت. وأنا لوحدي. الله. يا حالتي الصعبة. الله. المال حيل السهر. أي. والمو بقد التعب. العشق لي جربه. شا هو هذا الجرح. الله. ما يجي من الغربة. أي أبا. وسولفت لمرايتي وقامت علي تضحك. أيه. ياهو اللي طيبك بعد من الدوي جرحك. الله أكبر. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل، حلقة للأمانة تدرس من كل الجوانب الأدبية والفنية والأخلاقية. الأستاذ الشاعر حسين العميدي، يحفظك الله. ألف تحية الباب للمعطاء لوجودك ويانا. شكرا لك، وأسفين إذا تعبناك وأخذنا من وقت حضرتك. لا بالعكس، طبعا قبل كل شيء أوجه لك شكر. هذا الشكر من أخ لأخوه، الله يعزك، يصير أجمل، ما بي تكلف. الله يسلمك. أنا أشكرك مو بس للدعوة، أشكرك لأن أحسك هذا الإنسان اللي دائماً وقته وتليفونه خدمة الشعر. الله يسلمك. هذا الشكر الأول. حبيبي والله. شكر حبيبي الثاني حبيبي. حتى أشوفك من زمان ما شايفك. حبيبي والله سيد، حبيبي والله. والشكر موصول للقناة الموقرة وهذا البرنامج المحترم جداً. الله يسلمك. بوجود الكادر الجميل من مخرج ومصورين. ألف تحية لكم، ويا رب السداد والتوفيق والتألق بالحلقات المقبلة إن شاء الله. الله يسلمك. الله يحفظك أبو يعني ما أعرف، يمكن جمهور الشعر الشعبي غالبا ما يعرفون أو ما يعرفون أنه أنا من ساعة سولفت لك بالكواليس. من تلقى يعني شاعر شعبي ذو مكانة جميلة، تحس انتصار للقصيدة، تحس انتصار لنفسك. يعني أكيد. أنا سيد حسين حسين العميدي مكمل ماجستير وجاي يكمل دكتوراه. الله يشهد أنا الفرحان. يحفظك أبو الأكبر. لأنه الشي يسمونه أعتقد بهذا الموضوع الخيري عم، مو الخيري خص. الله يحفظك. سولف لنا شلون حياة الدراسة. والله صراحة قلت لك أنا كملت الماستر من جامعة ديالة. نعم. ألف تحية. ألف تحية لأهل ديالة وأساتذتها وأهل ديالة كلهم الطيبين. نعم. اللي ملوني بخيرهم وعطفهم والنعمة. وأخلاقهم والنعمة. طيلة الفترة اللي بيهم، وإن شاء الله هاي الأيام المقبلة إن شاء الله الدكتورة قررت يعني خارج القطر. يا الله. هم تنويع شوية. نعم. أي، والاختلاط بالثقافات العامة لها دور. فالشغلة يعني جميلة. اليوم أنت من تدرس في كلية أجنبية نوعا ما بها إن شاء ثقافة. الله الجامعة عربية أو أجنبية؟ يعني إن شاء الله عربية. إن شاء الله. الدول العربية دولنا وأهلنا وناسنا. نعم. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. ويوم إلك إن شاء الله. الله يسلمك. والكل إنسان، أتمنى الخير لكل إنسان. الله يسلمك. الله يحفظك. شكرا لهذا النقاء. الله يحفظك. يا أخي للأمانة أنا لشوفك أتذكر طيبة أهلنا القدماء ذولا اللي قلوبهم نظيفة. الله يعزك. الجميلين بكل شيء. والله شوف قلت لك بنوايا الداخلية من ألقى إنسان مو بس بمجالنا الشعري، يعني إحنا تعرف وقتنا كله شعر. صح. اليوم حتى علاقتك من تجي من ورا تجي عن طريق الشعر. صح. مكانتك عملك تقعد من الصبح لليل هو شعر. صح. خوش. لكن أنا أفرح من أشوف مثلا شاب خوش خمو يم الشعر، مكون نفسه، طالع ويا عائلته خوش، تحسه مرتاح بحياته، كلش أفرح من يمي. نعم. مو بس الشعراء. هذا المتنبي يقول ملئ السناب واللي تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. هذا لأنه أنت إنسان نظيف من الداخل. الله يعزك. خلينا ما أريد نطول على السيد المشاهد. صح. خلينا أنت مبدع ومثل ما تختار أنت. لا مو هي مرات أنت شايف أن أنت قاعد خوش وتمر سالفة بيك أو واحد يسولف أو أنت أثناء المهرجان قاعد وشاب يقرأ ويتذكر مفردة يذكرها يعني بالقصيدة وهاي المفردة تأخذك إلى مكان معين. تأخذك. فهسه قبل شوية قرأت قصيدة كلها حياتها صدفة. هاي اللي قرأتها هسه قبل شوية بداية البرنامج. تحكي عن صدفة. فأني أتمناها
انت حصلتها انا اتمناها. الله والله تتمناها صدفة؟ اي ذبن على الصدف عوف المواعيد، ذبن على الصدف هي انت ما تصير براحتك، عوف المواعيد وتعال اغرف المايل بالتجاعيد. الله اش ما قلل رقم فرقاكم يزود اثار فراقكم مثل المواليد. الله عليك البيت. الله 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 ذبن على الصدف عوف المواعيد وتعال اغرف المايل بالتجاعيد، اش ما قلل رقم فرقاكم يزود اثار فراقكم مثل المواليد. عليك البيت حار اتوقى واقرا واجيبه بنظره الصياد اللي يصيد، تعال احكمنا غيم اردن عدم ماي الكتل بالحب بغض ما بيشوال، تعال بحجه التهلال شوال، تعال احكمنا غيم اردن عدم ماي الكتل بالحب ابد ما بي شواهيد، تعال بحجة التهلال شوال باكر عيد روح الصايم تريد، تعال وصيد عصفورين بحجار ثواب صيامنا وخرجية العيد. الله بكافي وحتى نارك عدي ما ترد، وكل ما جايني جاي احترق واسود، جبت كل عمر صدقي من الالف للياء، عشت منتظر خد ما عشت خد وخد. الله كنت ترسم زنودك على التراب الحار واحضنهن حضن بل كان حسب معضد. الله لو عايفهم ويمن انت هسه يجوز شاكل يابس وميت قهر ورد، بس هي رهمت يوم الفراق يصير يا اول جرح يكبر اش ما ينشد، يا دخان الجيجار الما عفت ريتي، يا المخلينا تيه وجوه هالبيتي، يشي بالراس يا بواق عافيتي، كون الدمع ينباع واجمع وعده ينعصر ست مرات وجه المخده. الله 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 يا دخان الجقاره الماعف تريتي، يا المخلينا تيه وجوه هالبيتي، يا شيب الراس يا بواق عافيتي، كون الدمع ينباع واجمع وعده ينعصر ست مرات وجه المخده، عفتني وكل جرح تايه بقلبي نام، وخلص الليل سيف وصورتك مبرد مثل رمل البحر محتار بين اثنين، احد ما يتجزر بس استحي من المد. الله منغسل بالنهر يوجع جفوف الماي، واتبلل ندى واشبع برد واجمد، غير حرورتك لو احرق التاريخ هم تخلص اوراقه وهم ارد ابرد. يحفظك فدوى لهذا الجمال الاكبر، فدوى لهذا الجمال يعزك. تحب الانتظار سيد؟ اي تحبه كلش احبه. زين انتظرني ناخذ فاصل عادي. احبتنا مشاهدين قناه الايام فاصل ونعود اليكم. احبتنا مشاهدين قناه الايام وبرنامج المهلهل عدنا وياكم مع الحبيب النقي الشاعر المبدع حسين العميدي. الله يحفظك ابو الاكبر، حياك الله، يعزك ويديمك يبارك بيك. الله يسلمك، شكرا لهاي الجهود. الله يسلمك. شلون هالحله؟ والله الحله ان شاء الله بخير سيد. اريد استغل وجودك وخبرتك وهاي السنين اللي انه انت كنت ولا تزال فارس من فرسان القصيده. يحفظك. اليوم شنو يحتاج الشاعر الشعبي الشاب؟ والله صراحة بالآونة الأخيرة قلت لك أبو الأكبر، يعني وحتى أستغل يعني هذا المنبر الجميل بوجودك. الله يسلمك. أثناء تنقلي خش ولقائي بالشاعر الشاب، يعني نعم ما حدد محافظة بصورة عامة، يعني جميل يعني. اليوم لقيت الشاب أحسه هواي مندفع بس يريد يوصل، يريد ينعرف، يعني هذا من حقه لو من حقه؟ لا من حقه، بس كون شوية ترى وقت، يعني الله سبحانه وتعالى من خلق السماوات والأرض بسبعة أيام خو يريد لحظة يخلقها، صح لو لا؟ هذا درس حتى يعلمنا أنه أكو وقت لكل شيء. طبعا يعني اليوم الشاعر يراد لوقت، يراد لوقت بالعلاقات مع الشعراء، يراد لوقت بثقافة القصيدة. يعني اليوم من شاعر يريد يدخل بيت بقضية تاريخية يكون يتعب نفسه يرجع للمصدر، لأن محتمل يقعد هنا وينسأل عمي هذا منين جبته،
ما يقول له سمعتها، يقول له في كتاب كذا كذا خوش يوحي إلى المشاهد إنه هذا الشاعر مثقف تعبان على قصيدته بكل بيت جايجي. فهاي يعني أنا اللي لاحظته بصورة عامة. طبعا أنا مو كل الشعراء، أحكي على الشعراء اللي ممكن إنه نساعدهم أو نوجه لهم النصيحة. أكو شعراء لا الحمد لله يعني طلع تعبان على نفسه ماخذ النصائح من ذاته. جميل. أنا جاي أسولف على القسم الثاني اللي اللي هو بعد ما ماخذ النصيحة. أي نعم. اللي نوصل له فيراد له ثقافة عامة ويراد له وقت. يعني جميل. ما من الممكن إنه إذا طلع بيوم بيومين لا ممكن يقع. ها. ممكن يعني وإحنا عندنا تجارب سابقة. أي. نعم هواية ببالك. نعم. وببالي وببال كل إنسان مهتم. صح. بالشعر ويعرف. صح. الشعراء سيد اليوم بالنسبة إليك تكتب إحساسك ولا تستقرأ الأوضاع؟ ها إيش كتابة الشعر؟ هاي هم نصيحة للشباب اللي القسم من الشباب اللي هسا تطرقنا إليهم. الشعر يكتب بطريقتين لا غير من وجهة نظري. طبعا أنا ما أعمم ولا أقول فلان. لا هي وجهة نظرك. حسب وجهة نظر. يوم أنت قاعد وتشوف أم شهيد بالمقبرة خش تشوف معاناتها، أنت رح تتأثر. أنت إنسان، أنت آدمي طبعا رح تتأثر، عندك مشاعر، رح ترجع تكتب عن أم الشهيد. بيتها فارغ خش قعدتها من القبر شنو، من تشوف صديق ابنها شي يصير بيه. هنا أنت رح تجمع هاي الأفكار تتعايشها تكتبها. ومرة لا هاي طريقة، هذا كمثال أم الشهيد. تلقى إنسان مفارق، تلقى إنسان مثلا من صديق متأذي، وهكذا هاي الشكليات. القسم الثاني أبو الأكبر لا أنت بذاتك. ها قاعد أبو الأكبر على سبيل المثال وانغث من حجاية، أنت ما لك علاقة، انغثيت من حجاية وممكن الحجاية أصلا مو يمك. يعني أنت مفارق، شلون هسه مال الصدفة واحد تطرق القضية مشابهة لقضيتك. الله 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 وياي الله. لو يجيب لك على ريحتكم عشقنا ولاية كلها وصوركم قمنا صورة ناخذ لها الولاية اسم الولاية على ريحتكم. على ريحتكم عشقنا ولاية كلها وصوركم قمنا صورة ناخذ لها. قصدي على الولاية. مرات واحد يحب الله. منطقة بسبب لأجل شخص. لأجل شخص خوش. هذا الشطر الثاني فيكتب. أما يجيب من الناس ويكتب أو هو بداخله يكتب. جميل. والنوع الآخر هو يصير أجمل، تحس الشاعر فعلا يريد يبكي. الله. مرات يصنع، احنا أخوة نعرف الكذا. أكو قضية تصنع حرفية، يعني هو كاتب عن الشهيد، كاتب عن اليتيم، كاتب عن العامل، كاتب عن أي بحرفيته تحس الناس إنه هذا مار بي حرفيته. نعم. خوش. بس الفرع الثاني لو يكتبه مبتدئ. أصدق. لو يكتبه مبتدئ تعرفه من داخله. نعم. نكتبه. نعم. من جوا. سيد شنو أخبار الجديد؟ والله يمكن أنا أول مرة أقرب ورقة ورطتني. لا سيد لا تقول أقرب ورقة سيد. اللي أقرب ورقة كبران أنت ما عندك شاب. تعرف سبب الدراسة. نعم. دائما احنا نسولف هاني نسولف هالموضوع نسوي لك واهيس طبعا. وعلي المنصور راح يقدم على الدراسة طبعا. اي اخذت هوايه صراحه يعني، لان ما يصير البال الا اثنين كون يتفرغ لجهه معينه. يقولون تفاحتين ميد وحده ما تلزم. طبعا طبعا. اي فالحمد لله قدرت بعد هاي الفاصل ارجع يعني فاصل. نعم. الدراسه قصدي يعني نوعا ما رجعت للشعر والحمد لله. ما انا قاعد بمكان ما وسولفه وسالفه انه قبل. نعم. قبل في زمن قبل ماكو مكاتب دفانه وكذا الموت حق، يروح اخوه ابوه يدفنه. هاي قبل. جيد. نصير حاله وفاه يروحون لاقربون الى يدفنوا. فهيك كان قاعد ببالي بديت يعني قول سولفوا عن الدفن. ما حد ببالي اجى بس التدفان. من سولفوا سولفوا عن الدفن ما حد ببالي اجى بس انت بس التدفان حاكيني من الدفن
يتحرك وينعقد من واحد لسان. مرة قلت للوقت، الوقت قلت لك عمة عيلة حاربني وانا عزل، والراح من عمر شيعة وبسنين. الله وحاسبهن على الوقت ستشينة ستشينة. الله يحفظك. كل امنياتي حبر، كل امنياتي حبر، سامي حبر على ورق. نعم. كل امنياتي حبر من تبتعد عني، ويكفيك شر الدمع وحشاي توني، عايش بموقف صعب شايل شايل جنازة أخو الواد متغني. الله يكفيك الله شر الدمع. الله الله الله. كل امنياتي حبر من تبتعد عني، ويكفيك شر الدمع وحشاي توني، عايش بموقف صعب شايل جنازة أخو والواد متغني. تشاليش مو يمي وش يصير لو يمي، تشاليش مو يمي وش يصير لو يمي، على الأقل أبو الأكبر على الأقل من التفت ألقاك مثل أمي، على الأقل من التفت ألقاك مثل أمي، إحشاية بيها دفو تنكثني نكث الفرش ويطيح كل هم. يا علمتني السهر علمني نسيانك، جفوف دي اشتهت كيلون بيبانك، مرع تبرني وطن يا الفارغ أحوانك، احسبني خيط انسحب متدندل من الهدم بطراف قمصانك، اتدرب على الهدف خليني يا شانك، كل هذا حبي إلك ما عندي عنوانك، كل هذا حبي إلك الله ما الله عندي الله عنوانك. الله الله. قلت لك أحبك، قلت لك تحبني خجلت، وذاك حمار الوجه غطيت بردانك، ما بقت من أي بشر بس بايق لسانك. الله. قلت لك تحبني خجلت، خجلت وذاك حمار الوجه غطيت بردانك، ما بقت من أي بشر بس بايق لسانك. كل الأعمال الصدق بيها حسن نية، من قلبه جاي يشتري تحملوني من نية. لا بالله. كل ذن برايد بشر عايش كذب يمهل وعايش صدق بيه، ودوني على المشنقة ما اريد هذا العمر ينعاد يومية. تشاليش مو هي وش يصير لو هي، تشاليش مو هي وش يصير لو هي، معقولة هاي الشمس تعوف وقت الصبح وتقوم تطلع عكس وقت المغربية؟ لا بالله. معقولة هذا الهوى يتعارك ويا البشر ويزاعل الرية؟ شاهاي تالية، تشاليش مو هي وش يصير لو هي، معقولة هاي الشمس تعوف وقت الصبح وتقوم تطلع عكس وقت المغربية؟ لا بالله. معقولة هذا الهوى يتعارك ويا البشر ويزاعل الرية؟ شاهاي تالية، تقطعون حتى الهوى على يستر بنية. الله. شاهاي تالية. الله. تقطعون حتى الهوى على يستر بنية. الله. بقصتنا كلهم دروا بس ما دروا بي. الله. سالفت كلهم دروا بس ما دروا بي. حفظك. الله يا سيد. عزك أبو الأكبر. الله يا سيد. حبيب أنت. سيد متى تتخلى عن الشعر؟ ما أتصور أنا، ما نفكر بهيج موضوع، لأن هو مرات أنت مو تتخلى عنه، هو ما يتخلى عنك. ها. والله يعني اليوم أنت مثلا علي المنصور، سعيفني من ناني، رح توجه لك لك السؤال وقيسة عليك. ما؟ علي المنصور العالم شو تعرفك؟ تعرفك مهندس كيمياوي؟ سؤال سؤال. لا لا ما تعرفك شاعر، حد يعرف اختصاصاتنا شنو؟ حد يعرف حياتنا شنو؟ ما؟ طبعا عرفوك بالشعر، ما تعوف الشعر، ما تعوفه، مو بكيفك تعوفه. سيد أنت دواء لمن؟ يعني ليش تحرجني؟ هو قلنا واك أحراج؟ لا والله أسئلة جميلة. أي أنت دواء لمن؟ هو الإنسان يمتى يكون دواء؟ على قولة المرحوم فاضل عبد السادة البصري، أي يقول الناس بها جروح محتاج الطبيب، محتاج الطبيب، وأنا بيه جروح تحتاج لها ناس. شوف نسبة 90% من مجتمعك هم مرضى بسبب ناس. حتى الأمراض خوش اللي تصيبهم هم بسبب ناس. صح. فأسأل الله أن يجعلني علاج لشخص ما، ما قل لك المن لأن ما أعرف المن. ها أهي. زين سيد خلينا نسوي السؤال بالعكس. أي. من يكون علاجك؟
طبعا احنا مثل ما ذكرنا مرض المرض هم نوعيات ابو الاكبر. تجرد منها ما اجرد. لا 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 هاي حقيقة يعني مو المرض هم بأنواع. ايه. مرض واحد مرض الله يكفيك الشر بقلبه بعضو من اعضاء جسمه. ايه. خوش. ف والله ادق على نقطة ادري بيك. سيدي مو هاي القصائد ما جاين عن فراغ. والله ما جاين عن فراغ. سيدي يقولون انت سيد العارفين. يقولون القلوب التي لا تحب حجر صماء. صح. يقولون هذا الحجر الأصم يقول حتى ما بي مسامات يتغلغل بداخلها. صح. الرطوبة مو الماء. آي صحيح فعلا. صح لو خطأ وهي نفسها الحصومة هي حتى لو بالماء وتكسرها تلقاها يابسة. صح عدل له لا هنا أنا المسألة. فهو الحب شلون تقول يرطب الدنيا طبعا يرطب الحياة. بس احنا ما نريد نقيس الحب عن شخص يحب ابنية. لا الحب لا 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 كل اتجاهات الحياة. لا الحب اسمى من انه اليوم انت تلقى رجل يحب السلام او امرأة تحب السلام تحب عائلتها تحب اجتماعيتها. لا احنا ما نحجم الحب بمنطقة. لا مو قصدي احنا حتى للتوضيح احنا نقول يعني بما معنى القلوب النظيفة طبعا اللي تحبها انت مثل ما تفضلت حضرتك قبل بالفاصل الاول عفوا بالبارت الاول قلت يابا انا مثلا احس روحي مرتاح من اشوف واحد طالع ويا عائلته. صح. هذا حب فعلا. فاحنا قصدي لا ابو الاكبر انا سؤالك حتى يعني خاف نعم المقابل نعم يعني نعم يفهم الحب بكل الاتجاهات طبعا سيد طبعا وانت تنحب من كل الاتجاهات. الله يسلمك سيد. اي والله سيد عندك عتاب. ماكو شخص ما عنده عتاب. لا يعني قصدي انه يستحقون تعاتبهم لو ما يستحقون. اي والله هواي هواي عاتبهم بس مو هم مو هواي هم مو هواي. اي يعني قصدي مو هواي. واضح واضح واضح, واضح. لا هم هواي عاتبهم شعرا كلام. والله شوف مرات انت تعتب بندم ومره تعتب محبه. هيك هسه ايش راح تعتب؟ هسه اللي بداخلي اي خلينا نوصل للغميج متندم لان ما نايم الليل ولا مستقبل الطايح بنيته ولا عندي وسيله لتقنع الروح ورد امسح المشوار اللي بديته. هذاك الحكي الزين هذاك الحكي الزين الضام سنين متندم لأن ما نايم الليل ولا مستقبل الطايح بنيته ولا عندي وسيلة لتقنع الروح ورد امسح المشوار البديته. هذاك الحكي الزين الضام سنين متندم لأن يمك حكيت. الله. وأنا فوق العمر فوق العمر متداين أيام وعلى الما يقضي كل لازم قضيته المواقف ذيك مثل خطوط ديه بس الدود يمسحن إلي. الله 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 الله. المواقف ذيك مثل خطوط دية بس الدود يمسحن إلي. مو هسه ترى بعد المنية بفراش الغريب شلون غافي وانا دمع غرقت منه شفافي. الله الله. لهسه وقلبي يتمنى لك الخير نام براحتك نوم العوافي وانا ادري اللي يتشلب بالهوى يطيح وعرف بنادم الحر من مشيته طلع من عيني صوت ولون دخان بعيني احترقت صوره وبكيته مش ما ضم السوالف تطلع وياك فقير ومشكله قلبه على نيته. الله. اذا تنسى كلام الزارع وياك اكيد الزارع بقلبك نسيته جابه وبتشذ الطارين للناس كاسر خاطر الواعد لقيته ولقوها اثار حبك مثل شعلان اللي لقوا جير بقفه صوره هويته عليك مخلي آن ببيت التذكار لقوها ثار حبك مثل شعلان اللي قوجير بقفة صورة هويته عليك مخلي آن ببيت التذكار صورة شايب وكان مشتحيته حتى اتذكر آن وياك ندمان ندامت ميت مضيع وصيته أحد ما ينفع ويا السيف حداي مشيت وعيني تربط ضعن حداي حد وياك ما ينوصف حداي علم غيس اللي قولك سهم بيه. أنا ما أريدك الضوت. إي. لا هذا شجن.
اي حسيت بعيونك بعد شجن. ايه احنا انا احب يجدوه. ايه يعني شفت اكو دمعه تريد تطلع تريد ترجع احس. خلنا ناخذ فاصل. احبتنا مشاهدين قناه الايام فاصل ونعود اليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل البارت الأخير من حلقة الحبيب حوضك أبو الأكبر حسين العميد. ألف تحية لك. الله يعزك. تحياتي إليك. الله يسلمك. وأجدد التحية والحب والاحترام لكل كادر هذا البرنامج. شكرا لك. شكرا يا طيب. شكرا حفظك. شكرا حفظك. شكرا حفظك. سيد شنو علاقة الشعر بالأزمات؟ والله صراحة هل في بعض الأحيان شاعر تخدم الأزمات؟ طبعا يعني من يصير حدث معين. هي الأزمة حدث يعني طبعا حدث معين. اليوم احنا عندنا أخوتنا يعني الشعراء يكتب على مثلا حدث معين صار مفاجئ جدا. يعني مثلا انت تنصدم مثلا موضوع كورونا هو حدث عالمي. نعم. ويجي شاعر يربط لك موضوع كورونا مثلا خوش او يتحدث عن موضوع كورونا. بس هاي قصيدة حدث بعد 20 سنة ما حد يعرف كورونا شنو. من الممكن اي قصيدة حدث لكن إلها دور فعال. اليوم من صار موضوع الحشد وصار هاي المواضيع الجهادية انكتبت هواي قصايد طبعا هواي حناجر غنت للوطن وللحشد وإلها دور طبعا فعال كلش خوش. فهاي الأزمة تخلق صور شعرية تخلق شعراء نفسهم يطلع بهاي الأزمة. جميل. عندنا احنا عندنا منشدين طلعوا وعندنا شعراء طلعوا بهاي. كتبت عن فد أزمة معينة انت؟ والله صراحة يعني حدث معين يعني اني اعوذ بالله ابتعد عن الحدث أولاً. يعني ما وا ما ما واحد موصيك تكتب عليه قصيدة؟ لا يقولوا لي. أنا أبتعد لأمور أبو الأكبر هسه لأمور خاصة بي ما ممكن أبوح بيها براحتك. أي يعني أنا أبتعد عن الأحداث بس مو معنى إنه أنا ضد الحدث أو ضد شاعر أو مهوال أو منشد أو رادود يكتب عن حدث لا إطلاقاً. أنا معاهم لكن أنا ما أكتب لأمور خاصة بي للحدث. جميل. أي للحدث. جميل جميل حبك. جميل. سيد من الرقيب على قصيدتك؟ لو وصلنا المرحلة يعني أتكلم على على حضرتك لو وصلت المرحلة ما تحتاج إلى رقيب. يعني القصيدة اللي قريتها قبل ذاك البارد أول شخص يسمعها أنت. أها. أي والمشاهدين أول شخص حضوريا أنت. أما عن طريق الشاشة راح تسمعها الناس. يعني حتى ما حد سامح. ما حد سامح إطلاقا. مباشرة. بريك هاي المسألة حالة صحية؟ هي أنا أعتبرها مو صحية. لكن يمتى تصير صحية؟ متى ما تتمكن أنت؟ أنت عندك ثقة. بكتاباتك. من كتاباتك أكيد. يعني وصلت مرحلة الثقة إنه هذا البيت لا بيخدش للحياة، لا بإساءة. لا بي خطأ تاريخي خوش. وأنا أبتعد قلت لك عن الأمور التاريخية أن أدونها خوش. قد يعني أنا معتمد على الرواية يجوز بالمقابل هاي الرواية تنفي هاي الرواية. نعم. مو وأنا أقع بعدين بإحراج أمام جمهور وأمام نفسه وأمام تاريخي. هاي القصيدة بعد كذا سنة تطلع تفند وتنحسب عليك. فقلت لك هاي القصيدة أنا جبتها بس أنا حتى ما أنسى شيء أنه أنا أستلذ من أسمع قصيدتي لأحد زملائي مو من النوع التكبر لا يشهد ربي أستلذ يعني من أخابر أبو الأكبر وأقول لك كتبت شيء جديد أستلذ بهذا الشيء. جميل. أي. جميل. أنا دائما يعني صير قعداتنا بالمدحتية تحياتي لأخوتي الشعراء مخاف أنسالي واحد ويزعلون كلهم شعراء كل شعراء المدحتية وكل شعراء بابل والعراق من نقعد يعني دائما نتطرق الموضوع جديد وبيت وكذا نسولف بس مو دائما
يعني مو بصورة عامة. في بعض الأحيان تصير. في بعض الأحيان من يجي موضوع الشعر، أما الحياة لا طبيعية نسولف بحياتنا اليومية. ولا أنسى من هذا المنبر المحترم مع شخص محترم مثل علي المنصوري، أني دائما أكو دعوات أنت بداخلك توجه دعوة. أوجه دعوة لكل الشباب المبتدئين بالعراق، خوش بفتح أبواب جمعية صدى الإحساس الثقافية الأدبية بالعراق برئاسة الحبيب والأستاذ وأخي الكبير صلاح السلطاني. ألف تحية له. الجمعية المركز العام هي في بابل وفروعها في كل محافظات العراق ما عدا إقليم كردستان. كل المحافظات إحنا اليوم عندنا بها فرع، فكل شاب يريد ينتمي لهاي الجمعية. طبعا هاي جمعية أدبية وثقافية مو بس شعر. نعم. القاص الراوي الخطيب الخطابة التصوير الإعلام كل أبوابنا مفتوحة لكم، وطبعا قبل الأبواب هي قلوبنا مفتوحة لكم. وهاي الدعوة من هذا المنبر المحترم مع شخص محترم مع برنامج محترم. شكرا شكرا حبك. شكرا سيد، أتمنى لكم التوفيق. الله يعزك من كل قلبي والله. احنا هذا الروافد والأماكن والمنابر اللي تدعم الشعر والثقافة العراقية معاها جملة وتفصيلة بدون شروط إن شاء الله احنا دائما يعني. نعم نعم. سيد هيجي يعني استلهمت من عندك، راح أنا شوية أناغيك عادي. أي قصة لك ما زاير الناصرية؟ يعني فترة مو بعيدة، قريبة قريبة. أي آخر حدث صار لك بالناصرية؟ ها الحدث الحدث هو يعني شوف إحنا ممرات الإنسان هو يحسك شاعر، فمن يسولف وياك يسولف وياك على السيارات على الإعمار، لو يسولف وياك بالسياسة يسولف وياك بمجالك. نعم بالشعر. نعم. فولا من الشخص سولف لي سالفة، محتوى السالفة هاي إنه هو كان يدرس هنا ببغداد. جميل. جامعة بغداد، فتعرف على بنية بالجامعة، هم بكلية التربية. نعم. المهم فمن صار موضوع التخرج ولازم الولد فعلا هو صادق وجاب أهله، استبعدوا المسافة أهل البنية طبعا والخيار إلهم. يعني مو معنى العفو الإنسان اليوم اللي يرفض هو مخوش أبدا، لا يعني هاي بنتهم هم يعرفون مصلحة أحرار، لكن أكو حب وثيق طبعا، البنية تحبه ويحبه. ارتأوا أنه قالوا لها يا بنتي مصلحتش تتزوجين ببغداد مو بالناصرية. الله. هذا رأي أهله. تزوجوا يعني زوجت غيره؟ طبعا تزوجت غيره، وهو هم يعني تزوج، بس هو بهاي الفترة لا عنده عنوان لا عنده تليفون إلها كذا كذا. يجي البغداد يفطر وين ماكو ثانوية، بس يعرف بها متعينة، بس يعني ما عنده من الخبر بس متعينة، لا يعرف بها أطفالها وضعيتها كذا ما يعرف. المهم هاي المرة المدرسة يوم من الأيام انتقلت من مدرسة لمدرسة ثانية، كانت المدرسة قبل مختلطة ولد وبنات. فأول يوم طبت حتى تتعرف على الطلاب وتعرف أسماءهم حتى تتعاطى وياهم تأخذ وتطوا وياهم. فقوم الطالب قالت له شو اسمك؟ قالها اسم فلان على اسم أبو الناصرية. الله. اسمه شوية مميز. عاد هاي هنا من زمان ما مار عليها الاسم، لا تقدر تذكرها، ظلت تتكرر باسمه، قوم فلان اقعد فلان اقعد فلان روح للإدارة فلان جيب لي شغلة فلان. كل ساعة هي القصد مو هاي الأمور. نعم لا القصد تلفظ اسمه. فكان اليوم كل الصعب عليها، رجعت للبيت. من رجعت اختلت بغرفتها ولسان حالها تكتب له تقول له اللي يشبه اسمك قمت حاجي حتى الفظ اسمك واستلذ بي. الله. من كثر ما تطرع لبالي سميت باسمك كل جهالي. الله الله. انت جريمه تصير غالي، الغالي من نجمع له نشريه وبالصدق. يحفظك ابو الاكبر. الله سيد. يحفظك يحفظك ويعزك. اللي يشبه ايه اسمك قمت حاكي حتى الفظ اسمك واستلذ بي من كثر ما تطرع لبالي سميت باسمك كل جهالي
انت جريمة تصير غالي ها. الغالي من نجمع له نشريه وبالصدق ما جمعتنا الايام مشطت شعر قبل لا نام بلك صدق تجمعنا الاحلام الله ظليت اخطب احلامي وابني وما ايست منك بعدني بنتك اريد اخطبها لابني الله الله ظليت اخطب احلامي وابني باحلامها ظليت اخطب احلامي وابني وما ايست منك بعدني بنتك اريد اخطبها لابني الله ابن ابني وانت تصير من تالي جده من ثوب افصل ثوب وجه المخده الله 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 وصلت الرساله صاحبنا بالناصريه اي قاعد يكتب لها يا راس خيط السالفه ندور عليك الله يا راس خيط السالفه ندور عليك يمتى ما نلقاك يفرج حامي فاللي المشربك تعب يراد حيل هواي تعبانين للمومان صار 9 سنين ادور عن دوا ومثل لو يتحاجبك قلب اللوى انت دارت الصدق ميت عليك الناس يخنقها الحبل وانا الهوى وين الله والصيرين من عدنا بينا وابنك لخاله يقول رجل امه وينه الله فدوه سولف له الصدق شخبار ديك هم بعد هالمستحى والرجفه بيك مثل واحد ينطرد من بيت ابوه هذا حال اشتاق لك بس ما اجيك وليش من دون الخلق مرتي انا اموت ميت من فراقك وميت عليك شد عصب ابوها وياي والغير فلها وصب استكانة شاي بيد الرجل فدوة من قلبك فدوة لهذا الجمال حبيبي يا ابو الاكبر طيب سيد سألتك من ساعة قلت لك أنت دواء لمن هاي القصيدة من راح يسمعونها راح يرتاحون طبعا واللي يسمعونها يعني هواي ما منطين يعني صارت طبعا أنا للمعلومة يعني حتى احنا برنامج هذا والقصيدة تطلع أنا ما أعرف عن السالفة غير رجل سولف لي وهذا الرجل يعني ما عندي علاقة به أنا إنسان سولف لي عبر برنامج يعني راسلني وسولف لي هاي القضية يعني أنا ما أعرف تفاصيل العلاقة نعم نعم أي. أي. وعن طريق بس قصدي هواي راح تولد شجن للناس طبعاً. اللي قصتهم مشابهة لهاي القصة مشابهة والأصحاب والشأن هم راح سيد وجودك مثمر يحفظك الله ويديمك وأنت رجل تترس مكانك الله يعزك أبو الأكبر حبيب سيد وصلنا للختام ختام الحلقة هذه كاميرتك شنو تحب تقول للناس اللي راح يشاهدك؟ احنا صح شعراء وجونا شعري لكن ما تعرفون ايش قد يهمنا العراق ما تعرفون ايش قد يهمنا حب العراق رسالة من عندنا احنا هلكم وناسكم كل انسان يحاول يأذي العراق نسأل الله تعالى ان يبعد هذا الإنسان عن العراق آمين يا رب العالمين نسأل الله تعالى أن يعم كل خير للعراق مو بس الأمن مو بس الأمان لا كل خير بكل مجالات العراق لأن العراق يستاهل وناسه تستاهل ألف تحية لكل إنسان شاهد هاي الحلقة ألف تحية لهذا وقتكم اللي شاهدته بي وشكري وامتناني لأخي وحبيبي الأستاذ الشاعر علي المنصور الله يسلمك سيدي شكرا لك الشكر موصول لهذه القناة الموقرة والبرنامج المحترم جدا شكرا جزيلا شكر لهذه الجنود اللي خلف الكواليس من مخرج وكادر تصوير ألف شكر وتحية حب وامتنان واحترام لكم ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق ألف تحية الله يحفظكم ألف تحية أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم كانت برفقة الأستاذ والحبيب الشاعر حسين العميدي كان بالتقديم والإعداد أخوكم علي المنصوري نستودعكم الله.